وهنشوف الفترة اللي جاية ايه اللي ممكن يحصل. وفي ختام شكواه اكد النادي الاهلي على ثقته في عدالة الاتحاد الافريقي طبعا زي ما بقولت لحضراتكم، ورغبته في اصلاح منظومة التحكيم لحفظ حقوق كل الاندية المشاركة في البطولة الافريقية. النادي الاهلي حدد اربع طلبات في شكواه، بدأها بضرورة تطبيق تقنية الفي ار في مختلف مراحل البطولات الافريقية ابتداء من الموسم الحالي. ابتداء من الموسم الحالي، يعني النادي الاهلي يتمنى او طلب من الاتحاد الافريقي ان هو يتم تطبيق تقنيه الفار ابتداء. لو تقدر تعملها الماتش الجاي يوم الجمعه مع الهلال نعملها، ما عندناش مشكله. ايضا النادي الاهلي طلب عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطوله. خدوا بال حضراتكم والكلام وكل ما يثار ان الحكم البوتسواني، ما احنا لينا نقول اللي لينا واللي علينا بالمناسبه. كل ما يثار على ان الحكم البوتسواني لعب الماتش اللي فات للنادي الاهلي ولعب الماتش ده وده مش قانوني، مفيش، قعدت اقرا القانون كله مفيش قانون بيقول كده. يعني اللي طلع قال كده او اللي طلعوا قالوا كده على السوشيال ميديا غلطانين، لان مفيش قانون يقول كده، ولكن هي من الناحيه الاداريه بتبقى مش مقبوله شويه، ولكن هو الاتحاد الافريقي هو من يقرر الحكام اللي هتلعب المباريات. وبالتالي كل ما يثار على هذا الموضوع، لان في ناس كتيره كلمتني في التليفون وسالتني في هذا الموضوع، كل ما يثار على ان حكم المباراه البتسواني ادار للنادي الاهلي مباراه العوده مع كانو سبورت وبالتالي لا يحق له اداره مباراه الذهاب مع النجم الساحلي، هو كلام غير قانوني. يعني او ان قانون كره القدم او قانون التحكيم في كره القدم يتيح للحكم ان هو يلعب ماتش وما عندوش مشكله، ما فيش اي مشكله يعني، لكن هي من الناحيه الاداريه بتبقى صعبه شويه. اما الطلب الرابع للنادي الاهلي فتمثل في ضروره التاكيد على اللجنه المكلفه باختيار الحكام لاداره المباريات بالالتزام بالحياديه والشفافيه، خاصه وان الاخطاء ذاتها تتكرر مع كل ازمه دون مبرر واضح. اكد النادي الاهلي على دعمه الكامل للخطوات الايجابيه التي يتخذها الاتحاد الافريقي للارتقاء بكره القدم الافريقيه ومن بينها منظومه التحكيم. ادي الاربع طلبات اللي طلبهم النادي الاهلي. والنادي الاهلي كان قوي جدا وهو بيتكلم في هذا القرار او هو بيتكلم في هذا البيان. النادي الاهلي كان واضح جدا وهو بيتكلم في هذا البيان. النادي الاهلي قعد يومين لغايه لما طلع البيان ده ليه؟ عشان يتم. لما كان معايا الكابتن زكريا ناصف امبارح قال لي احنا لسه هندرس وبندرس وبنشوف الموضوع هيطلع ازاي خلال الفتره القادمه. فاللي انا عايز اقوله وهعيد لحضراتكم بسرعه الاربع طلبات. اولا ضروره تطبيق تقنيه الفي ار، عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطوله. ثالث الطلبات كانت ضروره تعيين حكام النخبه اصحاب الخبرات التحكيميه في القاره لاداره المباريات ذات الحساسيه بين الفرق المصنفه على المستوى الافريقي. اما رابع الطلبات في ضروره التاكيد تتمثل في ضروره التاكيد على اللجنه المكلفه باختيار الحكام لاداره المباريات بالالتزام بالحياديه والشفافيه، خاصه ان الاخطاء ذاتها تتكرر في بنفس الشكل. هي دي الاربع طلبات اللي النادي الاهلي طلبها. حاجات منطقيه جدا وحاجات عاديه، وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضراتكم اقويه جدا. النادي الاهلي قوي جدا في بيانه. كابتن زكريا كان معايا امبارح وقال لي النادي الاهلي بيدرس ما حدث في مباراه النجم الساحلي، وبالتالي خرج النادي الاهلي بعد الدراسه القانونيه كالعاده، يعني كعاده اي مؤسسه داخل النادي الاهلي بيتم طرح الموضوع مع المختصين بهذه الامور، سواء اللوائح سواء اللجنه القانونيه سواء كذا او كذا او كذا، وفي الاخر يصدر البيان زي ما حضراتكم شفتوا. فعشان كده انا بقول لحضراتكم كل ما قيل خلال الساعات السابقه ان الحكم لعب مباراه كانو سبورت فمش من حقه ان هو يلعب، مش من حقه قانونا يعني ان هو يلعب مباراه النجم الساحلي، الكلام ده غير صحيح بالمره. طبعا لو كان صحيح كان النادي الاهلي حقه كان يتقدم بشكوى، ولكن هذا الكلام غير صحيح.